أهلا بيكم مرة تانية مشاهدينا، وأولى حواراتنا لهذا الصباح هذا اليوم. جالوب ده اسم الحملة اللي أطلقها مجموعة من الشباب طلاب كلية الصيدلة للتعريف والتوعية بأمراض القلب وكيفية التعامل معها في مختلف أنحاء الأحياء هنا في القاهرة. الحقيقة الحملة انطلقت في أبريل الماضي ويعني توقفت بعض الشيء لكنها لسه مستمرة. هنتكلم مع يعني عدد من المشاركين في هذه الحملة ونسألهم عن بداية هذه الحملة وازاي جت الفكرة والصعوبات اللي واجهتهم أيضا في التعامل مع الناس والتوعية بأمراض القلب وأسئلة أخرى أيضا من خلال هذا الحوار اللي هيكون معنا فيه في الاستوديو آلاء مؤمن إحدى الطلبات المشاركات في المبادرة وأحمد طارق مؤسس المبادرة. صباح الخير وأهلا بكم معنا. زي حضرتك. أهلا. يعني لو نبتدي مع أحمد مؤسس المبادرة، إزاي جت فكرة هذه المبادرة؟ طيب هو أنا مش مؤسس المبادرة، هو أنا أحد الليدرز أو الكوردينيتورز بتاعت التيم بتاعي، لكن المبادرة أصلا دي كانت مشروع في الكلية، مشروع عادي بس هو مشروع مختلف عن أي مشروع اتعاملنا بيه قبل كده، وكان في حماس إن احنا نتعامل بيه، يعني يبقى في فكرة جديدة إن احنا نطبقها، إن ننزل بدل ما ننزل في الكلية. هو كان مطلوب مننا المشروع إن احنا ننزل في الكلية ونتعامل مع الطلبة في الكلية، بس احنا قلنا لا، احنا هننزل بره الكلية ونتعامل مع الناس بره الكلية، ونروح في ونحاول نعمل تارجتنج للناس وننزل في مستشفيات. يعني احنا نزلنا في مستشفى القصر العيني الفرنساوي، رحنا جامعة القاهرة تعاملنا مع الطلبة اللي هناك، نزلنا في الشارع، رحنا صيدليات، في كان ناس سافرت في محافظات، يعني اللي راح محافظة اسكندرية وفي اللي راح محافظة الفيوم. يعني كان فكرة اللي احنا نطلع من فكرة مشروع في الكلية اللي تبقى فيه مبادرة فعلا ان احنا نعملها. طيب يعني لو نسأل كمان ليه تحديدا أمراض القلب، يعني طبعا احنا من خلال يعني القراءات وكده انه بالفعل في مصابين كتير بأمراض القلب في مصر، لأن أمراض القلب تاني سبب من أسباب الوفاة في العالم كله كان تاني أمراض القلب. أمراض القلب دي من مشاكل بتسيب المرضى كده، يعني عندنا في مصر هنا في مرضى كتير قوي أمراض قلب، وده من أسباب الوفاة عندنا في مصر، يعني تاني سبب من أسباب الوفاة عندنا في مصر كتير. طيب آلاء لو تكلمين عن اسم المبادرة جالوب. احنا فصلت، يعني هي جالوب هو احنا حملتين، جالوب عن أمراض القلب وفصلت عن أمراض السكتة الدماغية. ففصلت جت من ان المخ بيفصل، جزء من المخ بيفصل، وجت كمان بالانجلش ان هو اختصار للاعراض بتاعه المرض، لان مرضنا بيتلحق في وقت قليل جدا، ولو ما اتلحقش لا قدر الله بيسبب يا وفاه، يا اما اعاقه مزمنه او اعاقه بتتعالج على المدى الطويل جدا مع بقى علاج طبيعي ومشوار طويل. يعني في حين ان هو لو اتلحق يعني بيبقى الموضوع ابسط من كده بكتير. السكته الدماغيه هي ثالث سبب للوفاه على مستوى العالم، واحد كل 40 ثانيه على مستوى العالم بيصاب بالسكته الدماغيه، فالمرض فعلا خطير بس ممكن يتلحق، فده اللي احنا كنا بنحاول نوصله من الحملة بتاعتنا. طيب عدد المشاركين في الحملة دي؟ احنا يعتبر 70 بني آدم، نزلنا محافظات كتير جدا، عملنا حاجات كتير فعلا، يعني لو اقولهم لك بسرعة. اتفضل. اوكي، احنا نزلنا محافظات مختلفة في اجازة شم النسيم زي المنوفية وكفر الشيخ والغردقة ومرسى علم ومحافظات تانية كتير جدا، اتكلمنا مع سياح واتكلمنا مع مصريين، عرفناهم عن المرض وعن أعراضه وإزاي يلحقوه والحاجات اللي ممكن ياخدوها كحماية أو كوقاية، وعملنا مؤتمر أو ندوة توعوية في الفيوم بالتعاون مع مركز النيل الإعلام وهيئة الإسعاف المصرية، وكانوا متعاونين جدا، والمؤتمر ده فعلا كان مهم قوي في مشوار حملتنا، لأنه كان بيضم ناس من فئات مختلفة كتير زي مثلا شيوخ من الأزهر وموظفين إدارة التربية والتعليم وموظفين كمان من الصحة وناس كتير جدا، وكان معانا مترجم إشارة للسم والبكم، وكان في حضور سم وبكم، وكانوا متعاونين جدا وبيسألوا، وكان عندهم فضول يعرفوا أكتر عن المرض، وكانوا فعلا متجاوبين معانا بشكل إيجابي. وكمان نزلنا شوارع القاهرة واتكلمنا مع المارة في الشارع ومع أصحاب المحلات، ورحنا مستشفى القصر العيني من باب إنه اسأل مجرب ولا تسأل دكتور، بس احنا عملنا الاثنين، واتكلمنا مع مرضى وازاي المرض جالهم وكده، ونزلنا طبعا الحرم الجامعي، حرم جامعة القاهرة، بالتعاون طبعا مع أستاذ دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بنحب نشكره طبعا جدا، ونزلنا كمان كلية صيدلة، وكان عندنا أنشطة مختلفة جدا كتير، وعملنا فيديوهات للسم والبكم على البيج بتاعتنا، ونزلنا مدارس كمان، قلنا نوعي كل الفئات، فنزلنا مدارس بقى جيل المستقبل وكده. انتوا كلكم طلبة صيدلة؟ كلنا طلبة صيدلة كلينيكية. مفيش كليات تانية معاكم في الحملة؟ كان في ناس نفسها تتعاون معانا من جامعة القاهرة لما روحنا، بس احنا للأسف ما كانش ينفع نسيبهم يتعاونوا معانا لأن الموضوع كان عليه درجات، فالمشرفين على المادة أو على البروجكت ما كانوش هيوافقوا يعني.
بس احنا ان شاء الله ناويين نكمل حتى بعيدا عن البروجكت ده، لان الناس فعلا دعواتها بتدينا بوش لقدام فظيعه. انتوا متوقفين دلوقتي عشان الامتحانات؟ بس ان شاء الله نفسنا نكمل يعني. اكيد يعني، واحنا كمان نفسنا نكمل الدور المهم ده. طيب احمد، يعني احنا كده فهمنا ان هم حملتين، حمله عن السكته الدماغيه اللي هي فصلت زي ما قالت الاء، وحمله ثانيه عن امراض القلب اللي هي الجلب. لو تكلمنا برضو منين جه الاسم دوت واختيار هذا الاسم للحمله؟ احنا جلب، احنا بنتكلم عن امراض القلب او يعني احتشاء عضلة القلب. ده مرض بسبب أزمة قلبية، من أعراضه إن الريزم بتاع القلب بيبقى مش طبيعي، الريزم بتاع القلب ميبقاش طبيعي أو صوته ميبقاش طبيعي. ده بالإنجليش يعني جالوب، جي اي دبل ال او بي. الريزم بقى لما يكون طبيعي بيبقى اسمه لاب دب. فاحنا قلنا فكرنا إن احنا هناخد أول كلمتين من جالوب هي جي اي، وناخد أول ثلاث حروف من لاب دب، وقلنا إن احنا هنحول القلب مش طبيعي اللي في الأزمة القلبية للقلب طبيعي عن طريق حملة، إن احنا نوضح بقى الأعراض إيه هي، ونحاول إن احنا إزاي نعمل الطرق الوقائية وطرق العلاج ليها. طيب لما نزلتوا بقى للشارع وتعاملتوا مع الناس، يعني الآلاء اتكلمت إنه لفت محافظات وجامعات وكده، أنتوا كمان عملتوا إيه؟ احنا رحنا القصر العيني الفرنساوي ونزلنا في الشارع، ولما رحنا القصر العيني الفرنساوي اتكلمنا مع مرضى هناك ومرافقين ليهم، المرضى هناك اللي كانوا مرضى قلب يعني جالهم أزمات قلبية. فاحنا كنا بنتكلم معاهم كانوا بيقولوا لنا احنا الاعراض بتاعتهم كانوا بيوصفوها لنا بطريقه يعني اللي هم حاجه حسوها وعاشوها، فبداوا ان هم يوصفوها لينا بصوره يعني بصوره دقيقه شويه. ويعني واحنا بنتكلم برضه فهمناهم وقلنا لهم ايه الريسك فاكتورز، يعني قلنا لهم التدخين، الاكل الدسم، الحاجات دي بتزود من نسبه الاصابه بامراض القلب. فهم اتكلموا يعني اللي جه حس اللي كان مثلا بيدخن فبدا يتكلم، فعلا انا كنت شخص مدخن، وبعد اللي سمعته من كلامكم ده بدات ان انا لا مش هبطل تدخين، وحتى كمان هبطل ان انا اقعد جنب واحد بيدخن عشان هو اللي عاشه مش عايز يعيشه تاني، ومش عايز حد كمان من حواليه يعيشه، فهيبدا ينصح الناس اللي هو بطل تدخين. وكمان نفس الكلام في الاكل الدسم، ما كانتش متخيله جدا ان وجبه ممكن تسبب ازمه قلبيه. فالوجبه دي يعني هي كليتها في الظهر، حست بالألم في الصدر وكده في الليل، مجرد وجبه بس بعد كده حست باهميه ان الموضوع مش بص يعني موضوع جاي ممكن يجي يحصل جدا، هي وجبه بس تسبب ازمه قلبيه مش بسيط يعني. طيب يعني وانتوا في جولاتكم دي وانتوا بتشرحوا للناس وبتوضحوا لهم وبتوعوهم بامراض القلب والتعامل معها، كان ايه الوسائل الاضاحيه اللي معاكم او ازاي بتوصلوا لهم المعلومه؟ احنا كنا عاملين بيج على الفيسبوك بنحاول من خلالها ان احنا ننزل مثلا صور او فيديوهات توضح الموضوع بشكل يعني في ممكن بشكل كوميدي شويه، ممكن بشكل يعني مثير يخليهم مثلا يتابعونا كويس. تاني حاجه احنا لما نزلنا في الشارع بيبقى كان معانا فلايرز او بروشورز، حاجات بتساعدنا ان احنا نوضح اللي احنا بنقوله بصور بسيطه. واحنا بنتكلم في الناس برضو كانت بتحاول ان هي تفهم، ويبقى لازم يكون في تفسير. يعني انت مثلا بتقولي ازاي ان التدخين بيسبب ازمه قلبيه، التدخين ده حاجه مثلا انا بشرب دخان، التدخين ده بيخش في الرئه دي جهاز تنفسي، ايه علاقه الجهاز التنفسي بالجهاز الرئوي؟ فببدا نفصل له نقول له لا الجهاز التنفسي الدخان ده بيبقى فيه مواد، المواد دي بتعمل تدمير للبطانه الداخليه للوعاء الدموي، فالبطانه الداخليه دي لما تتدمر بتبقى مش سموث، بتبقى مش ناعمه يعني بتبقى خشنه، فبيترسب عليها الدهون وبالتالي بيترسب عليها الدهون فبيحصل انسداد للشريان التاجي، فبالتالي الدم ما بيوصلش للقلب. يعني احنا هما بيبقوا محتاجين تفسير، مش مجرد اللي احنا بنقول لهم ما تعملش كده وتعمل كده، هم عايزين تفسير. فاحنا كنا دايما واحنا بننزل بنحاول ان احنا نعمل تفسير، وان احنا بنتكلم يعني بيبقى في زي نوع من انواع الشرح برضه. تمام. طيب الاء، يعني من كلام احمد فهمنا الحقيقه انه عندكم معلومات كتير عن امراض القلب والاصابه بيها، الاسباب وازاي نتعامل معاها. انتوا ازاي كونتوا المعلومات دي واستعديتوا ان انتوا تقوموا بالدور ده وتوعوا الناس بامراض القلب؟ عملنا ريسيرش كويس جدا على النت، واستعنا طبعا بالدكاتره عندنا في الجامعه، وسالنا كتير ولحد ما وصلنا للمعلومات وبدانا نفهمها عشان نوصلها للناس في ابسط طريقه ممكنه. كنا حابين ان احنا واحنا بنكلم الناس الموضوع ما يبقاش علمي قوي، يعني ماشي نوصل معلومه علميه بس للناس البسيطه، لان احنا كمان نزلنا جزر فقيره زي جزر قرصايا، الحمله بتاعتنا ليها فصل، نزلنا جزر فقيره زي قرصايا والشيخ عثمان، دول جزر صعب جدا للوصول ليها في المنيب، بتوصل لها بمعديه. اتكلمنا هناك مع الفلاحين والناس البسيطه في الشوارع مصر البسيطه برضو، فكنا عايزين نوصل المعلومه بابسط طريقه يعني. بس وبرضو سالنا دكاتره كتير، وزورنا معهد الاورام في الفيوم وعملنا لقاءات هناك مع الدكاتره، وبرده هم ساعدونا جامد. يعني احنا كمان عملنا لقاءات مع الناس ومع الدكاتره بالذات، وحاولنا ان هم يدونا نصيحه يعني اطباء القلب، يعني اطباء قلب عشان هم يكون الموضوع يعني موثوق فيه، مش مجرد احنا طلاب وبنجيب معلومه بنقول اي كلام، لا في مصدر، والمصدر ده احنا يعني بنعتمد عليه وبنتكلم. بيبقى في فيديوهات للدكاتره على الفيسبوك بحيث ان احنا يبقى الموضوع يبقى موثوق فيه، يعني في مصدر موثوق منه. طيب في الحمله بتاعتكم جالوب الاستجابه كانت قد ايه من الناس؟
لا الاستجابه فوق ما انت تتخيل يعني. احنا ما كناش متخيلين الناس هتستجيب كده يعني، حتى كمان الناس بتستجيب معانا وطلبت مننا ان احنا نعمل حاجات اكتر يعني. في ناس من بره كانت طالبه ان احنا تساعد وتقدم افكار، بس عشان هي موضوع مشروع في الكليه فموضوع شويه مش مرن معانا ان احنا نقدر ندخل حد من بره. بس لا الاستجابه كانت كبيره واحنا يعني كنا فرحانين جدا بالاستجابه دي. طيب الاء كمان الحمله بتاعتكم فصلت الاستجابه كانت ازاي بالنسبه للناس؟ لا كانت جميله جدا بصراحه، خصوصا كمان السم والبكم يعني، لانهم متفاعلين معانا جدا. احنا عملنا لهم فيديوهات على البيدج وكنا جايبين مترجم اشاره في الندوه بتاعتنا، فكانوا فعلا متجاوبين جدا وكانوا بيسالوا. وكمان نزلنا في المترو والناس في المترو كانت متفاعله جدا، وفي الشارع لا فعلا الناس كانت عايزه تسال وتفهم اكتر. يعني حتى الدكتور بتاعتنا كانت شايفه ان هو شجاعه كبيره قوي ان احنا ننزل عربيات المترو، خصوصا ان اللي نزلت كانت بنت ونزلت عربيات الرجال. طب ما خفتيش حد يضايقك بكلمه بتاع؟ بس بالعكس لا يعني فعلا كانوا استقبلوها بمنتهى الذوق وكانوا بيسالوا وكان نفسهم اكتر يفهموا كده. هو كان برضه عايز اضيف ان احنا لما كنت في المستشفى قصر العيني الفرنساوي كنت بتكلم مع حد، فالحد ده قلت له الاعراض مثلا انت لما بتطلع مثلا سلم او بتعمل ابذل اي مجهود بتلاقي نفسك ان صدرك بيوجعك شويه، تلاقي نفسك بتنهج، الم في الكتف مسمع. فلما قلنا له الاعراض دي حس بيقول لا انا فعلا انا بعاني من الاعراض دي. فقلنا له لا لازم تروح دكتور وتلزم تكشف عشان دي بتبقى اعراض او بوادر ان ممكن يجي لك ازمه قلبيه او زفحه صدريه. فيعني هو الراجل خد الموضوع باهميه وحس ان هو الموضوع خطر فعلا. طيب يعني وانتوا بتتنقلوا في اماكن سواء هنا في احياء في القاهره او اماكن حتى يمكن بعيده او عشوائيه او خارج القاهره ومحافظات مختلفه، ايه الصعوبات اللي واجهتكم وانتوا بتتعاملوا مع الناس؟ هي ما فيش صعوبات، احنا كان عندنا حماس فالحماس كان مش مخلينا نشوف اي صعوبات. غير كده ان اي حد بنتعامل معاه كان يعني كان بيساعدنا جدا وكان بيشجعنا، فاحنا ما حسيناش باي صعوبات. يعني ممكن تكون الصعوبات مثلا صعوبات ماديه بس، صعوبات في التصاريح شويه يعني ممكن وقتنا ضيق عشان احنا في امتحانات كتير، لكن غير كده لا ما فيش اي حاجه. طيب كنت عايزه تتكلمي على التصاريح او حاجه؟ يعني هو التصاريح بس يعني كانت بتاخد وقت طويل قوي، انما غير كده الناس نفسها كانت متعاونه جدا. بس هو فكره بس في التصاريح وتظبيط الشغل قبل الشغل وكده. لكن الناس نفسها وتعاملها معانا لا كان ايجابي جدا الحمد لله. طيب يعني كان في مشاكل ثانيه تمويل؟ انتوا في دعم من الجامعه ليكم؟ استاذ دكتور جابر نصار الحمد لله دعمنا، طبع لنا فلايرز او بروشورز يعني كتير على حساب جامعه القاهره، بصراحه بنشكره جدا فعلا. وبس الباقي كله كان مننا يعني، بقيت عملنا بقى هدايا و يعني تطوع، عمل تطوعي في عمل تطوعي. بس كان معانا راعي رسمي برضو سبرينج فارما، كان مع فصلت كان بيساعدنا ان احنا نقدم شاي اخضر وكركديه في الايفنتات بتاعتنا، لان هم من الحاجات اللي بتحمي من اصابه السكته الدماغيه يعني. من الحاجات اللي بتقلل الريسك فاكتورز او اللي هي عوامل الخطوره اللي ممكن تؤدي لسكته دماغيه بعد كده. طيب انتوا ايه اللي دفعكم للعمل التطوعي ده وانتوا يعني طلبه وبتدرسوا؟ يعني ايه كان الدافع ورا الحمله دي؟ هو الموضوع بدا كبروجكت عادي في الكليه زي اي بروجكت، بس فكرته كانت مختلفه شويه يعني. اول مره يبقى البروجكت بتاعنا بالشكل ده يعني. دايما كان بيبقى مجرد ريسيرش وبرزنتيشن وخلاص وبيخلص. فكنا في الاول واخدينها مسابقه اللي هو بقى تيمات وبتتنافس مع بعض. بس بعد كده لقينا انه لا احنا فعلا ممكن نفيد الناس وممكن فعلا نبقى سبب في انقاذ حياه بني ادم. خصوصا لما عملنا سيرش عن الامراض بتاعتنا ولقينا ان هي فعلا خطيره جدا وفعلا ناس كتير بتتوفى بسببها. كمان بس ممكن اضيف حاجه، لان احنا برضو الدكتور نرمين صبري والدكتور صبر في اول محاضره ليهم كانوا دايما بيشجعونا وحسسونا باهميه يعني. هي الماده اللي بيشرحوها ماده اسمها كوميونتي فارماسي، دي ماده لما بننزل في يعني افترض ان انت لما صيدلي لما تنزل في صيدلي بتعرف تتعامل ازاي مع الناس. فاول محاضره لينا شجعتنا جدا لصيدله وحسستنا ان الكليه يعني ليها مكانه في المجتمع وليها تاثير واضح في المجتمع. فده كان بيدينا حافز ان احنا نعمل حاجه للمجتمع يعني، حسينا ان احنا خلاص ده مشروع ودي فرصه. فقلنا جمعتنا البروجكت فقلنا ليه ما نعملش حاجه ونطلع بره مجرد محيط الكليه ونطلع بره في الشارع ونتكلم مع الناس. طيب يعني من خلال بقى نشاطكم دوت والجوله اللي قمتوا بيها، اسهل الاسعافات اللي انتوا كنتوا بتوضحوها للناس ونقدر برضو نقولها للمشاهدين دلوقتي؟ الاسعافات هو المايكارد انفاركشن او انتشاء عضله القلب، ده نتيجه انسداد في الوعاء الدموي او الشريان التاجي. فالشريان التاجي ده بيبقى لازم، الشريان التاجي ده بيغذي القلب، فالقلب ده لو اتمنع عنه الدم اتمنع عنده الغذاء اتمنع عنه الاكسجين، فبالتالي الخلايا دي ما بتبقاش عندها مصدر ان هي تقدر تقوم بوظائفها الخلويه. فانا عندي الوقت عندي كريتيكال جدا ان انا لازم في اسرع وقت لازم اخلي المريض يعني الحقه، فلازم اوديه مستشفى بسرعه جدا. تاني حاجه انا اساله دايما يعني امراض القلب بالذات، اساله لو هو شخص عنده جاله ازمات قلبيه قبل كده او عنده مثلا راح لدكتور او بيعاني من امراض قلب،
اشوف الادويه اللي هو بياخدها، ممكن يكون في دواء معين هو معاه ده ممكن يعالج المشكله كلها، فاشوف لو الدواء دواء معاه ابدا اديله الدواء ده عشان الموضوع يعني يخف شويه. ده بالنسبه لامراض القلب. طيب الاء بالنسبه لامراض السكته الدماغيه؟ بالنسبه لامراض السكته الدماغيه للاسف ما فيش اي اسعافات اوليه خالص ممكن تقدميها في البيت. فاحنا كنا بنوضح للناس الاعراض عشان تلحق المريض بتاعك بسرعه وتنقله على الاسعاف او على المستشفى بسرعه، لان هم اللي لازم يتعاملوا معاه وفي وقت قصير جدا من 3 ل 6 ساعات. طب ليه الوقت ده بالذات؟ لان بعدها خلايا المخ بتموت. هو فكره السكته الدماغيه بمنتهى البساطه انه الدم بيبتدي ما يوصلش لجزء معين في المخ. طب الدم ده لما بيوصلش ايه اللي بيحصل؟ هو الدم بيكون شايل اكسجين وجلوكوز وده الغذاء الطبيعي لاي خلايا في جسمك. فلو الغذاء ما وصلش لخلايا مهمه زي خلايا المخ، الفانكشنز بتاعتها او الوظيفه بتاعتها بتبتدي تقل جدا، وده بيبان في اعراض شلل واعراض مختلفه ممكن نقولها في كلمه فصلت، اللي هو فيس وارمز وسلرد سبيتش واللجز والتايم بقى تو كول ذا امبولانس او اللي هو الوقت انك تكلم سايف. نوضحها للناس. نوضحها بقى بالعربي بمنتهى البساطه، ان الوش بيكون فيه اعوجاج، ضحكته هتلاقيها مثلا معوجه كده، لو قلت المريض بتاعك ارفع ايدك في مستوى واحد هتلاقي في ايد منهم بتقع عن الثانيه، لان عامه بيكون في ضعف في جزء كامل من الجسم. السبيتش بتاعه او كلامه بيكون مش واضح، تلاقيه بيتهته مثلا او اصلا مش عارف يطلع الكلام، رجليه زي ما بنقول كده بالعامي مش عارف يصلب طوله، مش عارف يقف على رجليه. ساعات بيكون في بقى اعراض زياده على حسب هو جاله فين بالظبط في المخ، يعني مثلا لو جاله في الخلايا اللي مسؤوله عن مثلا الرؤيه هتلاقي مثلا عينه مزغلله هو مش شايف، ساعات بيجي كقع على مسافات بعيده وحاجات من دي. بس هي الاعراض الاساسيه دايما هو انه بيكون في ضعف في جزء كامل من الجسم على حسب هو انهي فص من المخ اللي اتاثر. طيب يعني في الحاله دي بقى كنت بتنصحوا الاهل او المرافقين ان هم يتعاملوا ازاي؟ في الحاله دي ما ينفعش نتعامل معاه خالص، ما ينفعش نديله اي حاجه، لان هو ممكن يحصل بسببين، يا نزيف يا جلطه والاثنين عكس بعض. فانت كحد في البيت ما تعرفش هو انهي سبب اللي جاله، يعني النزيف هتتعامل معاه بطريقه والجلطه هتتعامل معاه بطريقه تانية خالص. فلازم تنقله على المستشفى بسرعه من 3-6 ساعات، ده اكتر وقت ممكن تلحقه فيه. المستشفى هناك بتعمل اشعه زي MRI وCT بيحددوا بالظبط ايه نوع السكته وايه سببها ويبتدوا يتعاملوا معاه بقى. طيب وانتوا شباب وطلبه في الكليه، يعني تجربتكم ديت كعمل تطوعي ازاي شايفينها؟ يعني بجد احنا مبسوطين بيها جدا، من الحاجات اللي فعلا عملناها حسستنا ان لينا لازمه في المجتمع ده بصراحه. وسط زحمه المذاكره والاحباطات الكتير اللي بتحصل والامتحانات والدوشه دي كلها وزحمه الدنيا، فعلا لقينا انه ممكن نقدم حاجه وسط كل ده وحاجه فعلا تفيد الناس. والناس حسستنا انه احنا مش شويه عيال وبتتكلم، لا يعني كانت في ناس فعلا كبيره جدا وبتسالنا ومهتمه تعرف اكتر عننا وعن المرض وكده، فحسينا انه لا احنا فعلا بنقدم حاجه مفيده وممكن جدا نقدم حاجه افيد وافيد كمان قدام. طيب احمد برضو يعني احساسك بعد التجربه دي وانطباعك عن تجربه العمل التطوعي؟ هو ادتني حماس كتير جدا، لما اتخرج هقدر اعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي عرفت ان انا ليا دور كبير في المجتمع وحسيت ان دوري مؤثر مع الناس، فلما اتخرج ده بيديني دفعه ان انا لا مش مجرد ان انا هبدا افتح صيدليه وكده، لا ده انا هبدا ان انا اتكلم مع الناس واوعيهم ان انا مثلا ابدا اعمل برامج توعويه عن الامراض بعد كده، وان انا انزل فيها، وان حتى كمان بفكر ان انا انزل في الصيف ده في يعني في مشروع زي كده برضه، ان احنا نكمل المشروع بتاعنا ده في الصيف، وان انا لو في مشاريع ثانيه ليها علاقه بالتوعيه ابقى فيها موجود معاها. طيب ايه اللي استفدتوه من تجربه العمل التطوعي؟ يعني دروس مستفاده او طلعتوا بايه من التجربه دي؟ حسستنا ان المجتمع محتاج حاجات زي كده كتير. تاني حاجه التعاون، روح التعاون اصلا بتوطد العلاقه ما بيننا كزمايل في الكليه. غير كده انا حسيت ان ليا ممكن ليا تاثير في المجتمع، سواء مش انا مش خريج كليه صيدله، مش خريج كليه صيدله، بس انا ليا تاثير في المجتمع اقدر ان انا اثر فيه كويس. طيب الاء كمان بالنسبه لك ايه اللي استفدتيه من التجربه دي؟ لا استفدت حاجات كتير بصراحه، يعني احنا فعلا عملنا مشروع من الصفر. يعني يعني فجاه كده بقى عندنا موضوع ومسؤوليه كبيره ومفروض نوصل معلومه للناس ومش عارفين طب نعمل ايه، فطبعا فادنا كماركتنج سكيلز شويه، يعني انه احنا ازاي نقدم المعلومه بطريقه بسيطه، ازاي العمل الجماعي، ازاي نشتغل كتيم واحد، ازاي نتقبل اراء الاخر، وطبعا ادينا يعني فرصه كبيره ان احنا نتعامل مع ناس عظيمه زي الناس اللي ساعدتنا في خلال مشوارنا زي سبرينج فارما، طبعا استاذ دكتور جابر نصار ودكتور ايمن الخطيب عميد الكليه عندنا، ومش عايزه انسى حد، وهيئه الاسعاف المصريه طبعا ومستشفى الماسا، ولا بجد كتير، ومستشفى مصر مدرسه مصر الدوليه وناس تانية كتير.
طيب يعني تقولوا ايه للشباب اللي في سنكم ويعني ما جربوش تجربه العمل التطوعي او يمكن بيتاخدوا في تيارات واتجاهات متطرفه يمكن يعني بدل ما يفيدوا المجتمع يضروا نفسهم ويضروا كمان المجتمع، تقولوا لهم ايه؟ لا فعلا يا ريت يحاولوا يقدموا حاجه للمجتمع لانها هتفرق معاهم هم شخصيا. يعني فعلا اللي قال انك تسعد غيرك ده بيسعدك، دي حقيقه. وبعدين احساس انك بتقدم حاجه مفيده بيحسسك انه من جواك بيديك طاقه ايجابيه اكتر، بيحسسك انك بني ادم فعلا ليك نفع وليك يعني فعلا مؤثر في المجتمع يعني. احمد كمان تقول ايه للشباب اللي في سنك عشان يكونوا جدا يعني انا حسيت ان انا ليا دور في المجتمع. حسيت ان انا مش مجرد يعني انا لما نزلت واتكلمت مع الناس حسيت ان انا ليا دور واللي بتكلم مع الناس غير كده ان الناس برضو كانت الاوتكم بتاعهم كان كويس جدا ومحفز يخليني اعمل حاجه اكتر. يعني انت لو دخلت في المجال ده مش هتطلع منه، انت هتطلع وهتكبر منه وهتخش في مرحله واكبر يعني الموضوع هيكبر معاك جدا. فهي الفكره كلها ان انت تبدا انك انت تدور في المكان الكويس حسب تخصصك او مش لازم حسب تخصصك وتبدا انك انت يعني تنمو فيه والطريق هيبقى سهل جدا مش محتاج، هو الفكره بس ان انت تبدا في الطريق ده. الفرصه متاحه من خلال أكيد الجامعه أكيد. يعني مش ان انت طالب في الجامعه لا لسه ما اتخرجتش ومش بتشتغل مش قادر تخدم المجتمع، لا الفرصه متاحه من خلال الجامعه. يعني احنا ده كان مشروع صغير في الكليه احنا حاولنا ان احنا نستثمره ونطلع بره محيط الكليه. الفكره كلها ان المشروع ده يعني ده مشروع عليه درجات بس احنا قلنا لا احنا نطلع بره الكليه ومش مش هنتعامل معنا هو عليه درجات ونبدا نخرج بره الكليه ونتعامل مع الناس بره. يعني الحقيقه نموذج مشرف للشباب وطلاب الجامعه وفكره رائعه احنا بنحييكم عليها سواء توعيه بامراض القلب او السكته الدماغيه لانه بالفعل يعني دي من اكثر اسباب الوفاه ويمكن عندنا في مصر ان احنا عادات وممارسات خاطئه بتسبب هذه الامراض. فجميل جدا ان انتوا نزلتوا لاماكن مختلفه ووعيتوا الناس بخطوره هذه الامراض والتعامل معاها. احنا بنشكركم جدا الاء مؤمن احد الطلبات المشاركات في مبادرة أو حملة فصلت للتوعية بأمراض السكتة الدماغية، وأحمد طارق حسن أحد أيضا مؤسسي مبادرة جالوب للتوعية بأمراض القلب. شكرا لكم على وجودكم معنا. شكرا مشاهدينا كده انتهت أولى وقفتنا الحوارية، لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح وحوارات أخرى وموضوعات مختلفة لكن بعد أخبار الرياضة. تابعوا.